قال لي انا اسمي محمد وعندي 25 سنه وعاوز اتجوز. يعني وافقتي؟ بس ما اتجوزت. اهل الدراسه بتاعك ايه؟ اعداديه. ده ليه كده؟ ما كملتيش ليه تعليمي كمان؟ عشان سقطت في ثانويه عامه وسافرت كملت دراستي بره، بس في مصر هنا مؤهل الدراسي بتاعي اعداديه. كنت عملت له اعلان وانا عندي 14 سنه مثلا، فتعرفت عليه وقتها، ولما انا كنت في امريكا هو كان صاحب صحابي، فلما رجعت حبني وخطب. تاريخ الميلاد 7/7 92. نعم. أصغر من بنتها. أصغر من بنتها.